السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قمت من النوم زي ما انتوا كنتوا شايفين كده. اول حاجه فتحت البلكونه، هويت الشقه، زي ما انتوا شايفين سرحت شعري، ده الماسك اللي انا بعمله كل يوم لازم اعمله، واغسل وشي عشان بشرتي تبقى منوره كده، وفي نفس الوقت ايه ما تبقاش فيها حبوب والكلام ده كله. شايفين؟ بصوا جميل ازاي، بيخلي يعني البشره صافيه وحلوه قوي، وحطي منه على شفايفك زي التنت كده، وبيخلي خدودك تنور، و غير كده كمان ما بيعملش حاجه، مكونات طبيعيه. ابعدي بقى عن الماسكات اللي بتتباع بقى في البره والحاجات دي، وبلاش مكياج في الصيف وبالذات في الحر، لان الوش بيبوظ. الناس اللي قالت لي انت بتبداي يومك ازاي زي ما انتوا شفتوني كده، النهارده بقى عملت ايه؟ نزلت السوق. انا بقى جيت بيتي زي ما انتم شايفين، وربنا يهدي الحال من عنده. وزي ما انتم شايفين اهو بدات يومي معاكم، قمت من النوم، هويت الشقه، غسلت وشي، نزلت السوق، جبت حاجات للبيت بتاعه الاسبوع. الناس اللي بتقعد تقول لي انت بتجيبي حاجات الاسبوع ازاي، ومفيش 250 بيكفوا في الاسبوع، مفيش 300 جنيه وبقى معايا طفلين واحنا مش عارفه ايه والكلام ده. فانا قلت بقى انا هجيب الحاجات دي معاكم واوريكم انا عملت ايه وصرفت ازاي وبقى معايا كده، وازاي تخلي المصروف في البيت بيكفي، وازاي تخلي باقي المصروف يكفي طول الشهر من غير ما تفلسي في نصه. الكلام ده للناس اللي بتقبض بالشهر، الناس اللي بتقبض باليوم دي هتمشيها بقى باليوم. تمام؟ لو الفيديوهات دي بتعجبكم اكتبولي في الكومنتات عشان اعمل فيديوهات زي كده كتير. بصوا بقى النهارده انا عملت ايه، ثواني بس راح احط الفوطه واجيلكوا تاني عشان نكمل. بصي بقى يا ايه يا كتكوت انت وهي. اول حاجه الفيديو ده لازم تحطولي اللايكات وتشجعوني، عشان انا النهارده بصوا اليوم كله ضاع في السوق. اول حاجه احنا قلنا ايه، لو احنا مثلا 250 300 في الرينج ده، صدقوني 300 وبقى معايا كمان فلوس هتصدقوا. اول حاجه النهارده الحاجه ساعه يعني ابتدى ان هو ايه يبقى حلو شويه. هتجيبي 3 كيلو بصل او 2 كيلو، والبصل مش غالي يعني. انا جبت 2 كيلو بصل، ال 2 كيلو بصل دول جبتهم بكام؟ ب 5 جنيه. ماشي؟ الناس اللي بتقول المصروف مش بيكفي الدنيا وكده، اوريكم الدنيا بتعمل ايه. كيس دي انا مش برميها وبحط فيها زباله، خليها متعلقه هنا كده. وده كان بصل باقي عندي من المره اللي فاتت، وحلو مش وحش مش هرميه. تمام كده؟ تمام كده، هو اللي كده. يبقى انا كده جبت 2 كيلو بصل، ماشي، وادي كده ايه 5 جنيه. تمام؟ خليه هنا كده دلوقتي. جبت 2.5 كيلو بطاطس، ال2.5 كيلو بطاطس دولت جبتهم ب10 جنيه. بصوا حلوة يعني، كبير وكبير وصغير، مش كبيرة بس كده كده. الكبيرة دي هتعمليها والصغيرة هتعمليها، فمش فارقة يعني. يبقى دينا جبنا ايه 2.5 كيلو بطاطس ب10 جنيه، كده 15 جنيه. عشان الناس بس بتقعد تقول لك ايه، هي اول حاجة غالية بس ابتدت سعرها ينزل، كل ما ده سعرها هيبتدي ينزل كده. ايه جبنا الحاجات دي، وجبت بقى ايه، جبت قطه. طبعا القطه غاليه، القطه غاليه، فمحدش هيجيب مثلا القطه ب10 جنيه وهيسيبها، لا. القطه لما تبقى مثلا 3 كيلو ب10 بجيبها واحطها في الفريزر، بمسكها اخليها مثلا ايه، او احطها على البوتاجاز بشويه ميه بعد ما بتغلي، بروح ضربها في الخلاط ومصفياها. فالايام اللي زي دي بتبقى ايه غاليه بعمل منها. فانا طبعا جبت ايه كيلو القطه. بصوا النهارده حلوه، جبت دي كيلو وربع ب10. تمام؟ يبقى انا هنا جبت قوطة، جبت بصل، جبت بطاطس، الحاجات دي بتنفعني. تمام؟ جبت بقى ايه مناديل، المناديل دي ب10 جنيه، حلوة قوي، عشان خاطر ايه اكيد كل اللي بيبقى محتاج مناديل. جبت علبة جبنة اللي هي الدومتي دي، هي الصغيرة. جبت كيس تانك،
جبت ايه تاني؟ جبت نص مكرونه الملكه. خليكم فاكرين الحاجات دي بتاعت اسبوع مش شهر. معايا ابانوب ومزرقين وانا وجوزي. جبت فيجيتار دولت بخمسة جنيه. جبت علبة مرقة دي بستة جنيه ونص. بعشق المرقة دي. جبت بقى ايه مكرونة صغيرة. طبعا لو عايزة تعملي بقى لبنتك صغيرة ولا لابنك. جبت لسان العصفور ده، هو شكله غريب شوية بس قلت اجربه. ده بسبعة جنيه النص والمكرونة بسبعة جنيه. جبت بقى كيس ملح من ده كبير شوية، ده بجنيه ونص بيقعد معايا كتير. جبت بقى ايه فلفل اسود بقى بكام؟ خمسة جنيه، ريحته جميلة جدا. وجبت البهارات دي، هي بتاعت فراخ بس انا بحطها للمحشي لان طعمها بيبقى احلى. تمام كده؟ تمام كده. وجبت بقى ايه بيض. انا عندي بحط البيض في الفرن بس متكسر. البيض النهارده يا جماعه بكام؟ البيض النهارده باتنين جنيه ونص، اتنين جنيه الا ربع، فانا جبت اهو اتنين جنيه الا ربع. جبت بعشرين جنيه بيض. هتيجي بقى عندك بيض في التلاجة تعملي فطار، عندك جبنة عندك بطاطس تغيري لان هتزهقي من الاكل. انا ما حبيتش اجيب يعني بتاع دوت فلفل وليمون لان هو اصلا كان عندي، وفي نفس الوقت الحاجات لما بتكون عندي ما بحبش اكررها تاني عشان ما تبوظ. تمام. جبت ايه تاني؟ جبت بسكويت لمهرية ودي القطر. يعني انا زهقت في اليوم، غيرت عملت مكرونة معاها بطاطس، عملت مكرونة محمرة معاها بانيه. النهاردة الفراخ بكم؟ بسبعة وتلاتين جنيه، فانا جبت نص بانيه، جبت نص لحمة، جبت نص بتاع دوت كبدة. انا كده في الاسبوع عملت تلات مرات لحوم، تلات ايام للتانيين او الاربع ايام هعمل مكرونة ومكرونة وبطاطس، هعمل مكرونة وبيض، هعمل كشري. طبعا انت بيبقى عندك تومين. وجبت فطار. جبت ايه تاني؟ جبت حاجة ساقعة. جبت الحاجة الساقعة ديت. وممكن تغيري تعملي ايه؟ تعملي فول بقوطة معاه بطاطس مسقعة. الحاجات دي كلها بتبقى جميلة جدا وبتأكل في نفس الوقت. والله انا طالعة معايا اتبقى معايا كام؟ بقى معايا خمسة وعشرين جنيه او تلاتين جنيه، يعني هيكفي. بس هو عايز ان انت تبقي ايه عارفة هتجيبي ايه وتظبطي الدنيا ازاي. جبت حاجة ساقعة. يعني عايزة اقولكوا ان ايه، لو انت حاطة في دماغك ان الحاجة قلت ان هي هتكفي هتكفي، حاولت ان انت تظبطي الدنيا هتظبطي الدنيا. دي مناديل اللي هي بتاعت الاكل دي كانت باقيه معايا فما جبتش مناديل اكل تاني. طبعا البامبرز خارج المصروف دوت، لو 1000 جنيه في الشهر البامبرز خارج المصروف، اللبن ده بيبقى خارج المصروف. دي اول حاجه. انا بقى عندي علبه السمنه دي بصراحه، فمش حابه ان انا ايه اخليها في العلبه واخده مكان، الجو حر، فانا طبعا ايه مش هشيل علبه السمنه دي كلها احطها في الثلاجه. فايه عندي العلبه بتاعت الجلد دي متبقيه، فقلت بقى ان انا ايه هحطها فيها حطها في الثلاجه. من الحاجه ما تبص ومن ان احنا في الصيف تبقى الجو حر قوي، وانا عشان كمان ساكنه في دور عالي فلو سبت حاجه بتبوظ. وجبت ازازه الصابون اللي هي الاوكسي دي، دي ب11. وجبت كمان لبن. فعايزة اقول لكم الحمد لله الدنيا ماشية، فانت تحاولي تظبطي بيتك. عايزة تروحي الكوافير مصروف معاكي مش بيكفي، جوزك هيقولك معيش فلوس، اعملي ماسكات طبيعية في البيت، اعملي تنظيف بشرة في البيت على ولا حلة مية حطي فيها مية واعمليها في البيت. دي اول حاجة. الاكلات بتاعت الشارع الكبده والسجق هتلاقيها في البيت واعمليها. الناس بقى اللي بتقولي
انتي عندك مشكلة كنت مع جوزك بسبب القناة. القناة ملهاش دعوة، القناة مش عاملة لي مشاكل. القناة لما عملتها كنت قايلة لجوزي عليها ان انا هعملها، ما بعملش حاجة من ورا، اي حاجة هعملها بقول له عليها، ما فيش ان انا اكدب عليه او الكلام ده، هو عارف بيها، هو بيشوفني لما بنزل فيديو. دي حاجة القناة ملهاش دعوة، فاهدوا بقى، اهدوا كده عليا عشان ايه الواحد ربنا علم بيه. ودي بقى امسكها ارميها، لان دي العيبة بتاعتي. دي بقى كده امسكها ارميها. العلبة دي بقى لما احطها في التلاجة مش هتاخد اول حاجة معايا مكان كده وتبقى حلوة. الحاجات اللي عندك في البيت ما تكرريهاش وتجيبيها، يعني عندك خلاص ما تجيبيش عليها لما تخلص البيت. انا ماشية بالمبدأ ده، مش بقولك الكياس دي بتنفع، هتدفع علبة ايه السمنة. وعملت ايه تاني؟ الناس بقى اللي بتقعد تقول لي هو ما كنتش حابه اقول، بس يلا هقوله خلاص. الناس دي كانت بتبقى حابه ايه يا بنات؟ حاضر 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 حاضر، عينيا الاثنين يا بابا. الناس بقى اللي بتقعد تكتب تعليقات بقى ملهاش لازمه، انتي طالعه بتعرضي نفسك ومش عارفه ايه والكلام ده، عشان مش حابه اقوله عشان قلناه كتير. تلف نفسكوا، تلف بيكوا، متظلموش حد. مش معنى شفت حد كده يبقى الناس كلها كده، ماشي؟ الحمد لله انا بعرف ربنا كويس، مش محتاجه حد يجي يقول لي اعملي ايه وما تعمليش ايه. الناس اللي بتقعد بقى تكتب تعليقات مش كويسه، احنا هنلغي الاشتراك، الغوا الاشتراك، ربنا اللي بيرزق. طبعا انا بقى ايه عندي تموين وكده، فما بشتريش بقى اللي هو ايه قليل اول. لما بشتري مثلا زيت او بتاع دوت او سكر او كده، لان انا عندي حاجات بسيطه بجيبها مع التموين. خد حطي دي بره. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، يكون فيديو مميز، ما كنتش زهقتكم النهارده مني، ما كنتش كلامي صدعكم. لو الفيديو ده عجبكم اللي اعمل فيديوهات من دي كتير واغير في الفيديوهات، وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامه.